الهدف منها إضافة إلى الهدف الرياضي وكسر الحواجز بين هاي المؤسسات وهاي الأجهزة، يعني والتفاعل الدائم، وهاي من عدة أنشطة بكون فيها المجلس الأعلى للشباب والرياضة على صعيد الرياضة، الرياضة المجتمعية مش البطولة الأولى هذه، لكنها راح تكون مستمرة بالتنشيط يعني بين الأجهزة الأمنية مع المجتمع المحلي مع الأهلي مع المؤسسات الأهلية لكرة القدم الخماسية. كانت بعدد 9 فرق تأهل إلى فريقين، فريق المخابرات وفريق الأمن الوطني، وفاز الأمن الوطني على المخابرات في أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.